يقول ينزل مني قطرات بعد البول أحيانا وأحيانا لا ينزل شيء، فهل أعتبر مريضا بالسلس وأتوضأ لكل صلاة مع إزالة الآثار من اللباس، أم أتعاهد لباسي وأبقى على وضوئي؟ السلس هو الحدث الدائم اللي ما يمتنع، اللي ما يمتنع هذا هو السلس، أما اللي يجي بعض الأحيان وينقطع بعض الأحيان هذا ما هو السلس. فعليك إذا تبولت أن تنشف ذكرك، وإذا انقطع البول ونشف تستنجي بالماء ثم تتوضأ، لا تستعجل حتى ينقطع البول وينشف الذكر، لا تستعجل. نعم. ما وإذا أصاب الثوب أو البدن شيء من قطرات البول يجب غسله لأنه نجاسة ولا تصلي فيه. نعم. ما حكم استعمال زيت الحشيش لإطالة الشعر؟ لا يجوز الحشيش ومشتقاته، لأن الحشيش من المخدرات، الحشيش من المخدرات ولا يجوز استعماله، وقد صدرت فيه فتوى من الإفتاء بتحريم زيت الحشيش. نعم.